هل للأنبياء امتداد فيما بعدهم؟ حينما يرسل الله نبيا من الأنبياء يرسله من البشر، يولدون كما يولد الناس ثم يموتون، هل ارتباط السماء بالأرض ينقطع بموتهم؟ هل الناس يتركون من دون أن يكون لهم إمام يهديهم؟ هل الأنبياء كان لهم أوصياء ابتداء من النبي آدم إلى سيد الخلق الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم هل لهذا الدين من نظام ومنهج يرتبط بمسألة الحاكم والمحكوم، أم أن هذا الدين الذي جاء بأكثر من 10 أحكام في قضية بيت الخلاء ومجموعة من التعاليم فيما يرتبط بدخول الحمام لا منهج له فيما يرتبط بنظام الحكومة أو النظام السياسي، وأن ذلك متروك لأمزجة الناس ولغرائزهم؟ هل هذا الدين كامل؟ هل هو يرتبط بالمجتمعات والجماعات والأمم؟ أم هو دين قرية وأفراد ما عنده حكم ومنهج يرتبط بتنظيم شؤون الناس فيما يرتبط بجانب الحاكم والمحكوم؟ هل هنالك شروط لابد من توفرها في الحاكم؟ هل هنالك طريقة جاء بها الدين في إدارة دفة الحكم؟ هل هنالك شروط معينة، منهج معين، برنامج معين، أم أن ذلك متروك لأمزجة الناس؟ ثم هل أن هنالك أولياء لله في الأرض على الدوام؟ حينما نسمع النبي يقول في حديث متفق عليه بين جميع الفرق في هذا الدين: من بات وليست في عنقه بيعة لإمام ثم مات ميتة جاهلية. هل هنالك دائما إمام على الناس أن يبايعونه وأن تكون له في أعناقهم بيعة، أم أن ذلك مختص بزمان دون زمان؟